السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم معانا على كتل أو غلاية الشاي لو مش بتفصل خالص. دي لو مش بتفصل خالص يا جماعة، في ممكن 4 حاجات ممكن يكون السبب، هنكشف عليهم كلهم. أول حاجة ممكن يكون المفتاح ده، هو اللي بيكون فاصل وطريقة اختباره ان احنا بنوصل السلكين دولت مع بعض وبنبدأ نشغلهم. لو بدأ يسخن، المية بتسخن معانا، يبقى كده خلاص مشكلة المفتاح نغيرها وهتتحل معانا. اما لو المشكلة مش من المفتاح فهنعرف ممكن يكون من ايه تاني معانا. ممكن المشكلة التانية والتالتة ممكن يكون الكابل ده، الفيشة أو الجزء دوت. طبعا هنكشف عليه، هنفتحه بيبقى ليه هنا مسامير، طبعا احنا نقدر نختبره وهو راكب يعني. كمان في طريقة اختبار وهو راكب، ان احنا بنوصل السلكين دولت ببعض وبسيريا او بالافوميتر كده، بنقدر نجرب السلكين دولت بنشوفهم موصلين ولا لأ. تمام، في حالة ان هما مش موصلين فدي بنتأكد من الكابل ان هو واصل. طبعا بيبقى خارج منه 3 سلوك اهوت، نتأكد ان هما واصلين. ده السلك الاخضر في الاصفر دوت طبعا بيكون ارضي، ده دايما بيكون ارضي، لونه اخضر في اصفر. طريقة اختبار اهيت، بنوصل السلكين ببعض ونشوفهم الفيشة شغالة معانا ولا لأ. كده شغالة الفيشة أو الكابل ده. لو مش شغالة، في حالة إن هي مش شغالة طبعا بنغيرها، وممكن تيجي تجيبها تلاقيها طرفين بس، فإحنا بنلغي اللي هو الأخضر دوت، بنوصل الطرفين فأول واحد وآخر واحد اللي في النص بيكون أرضي. تمام، دي طبعا لو مش شغالة بيتغير، بيجي زيها جزئين أو جزء واحد اللي محتاج يتغير فبيركبه. أول واحدة تركب، وطريقة توصيلها برضو زي ما فكينا، لو في أرضي بيكون في النص هنا والطرفين التانيين بيتوصلوا عادي. تأكد من مكان المسامير، ونربطهم مكانه زي ما كان. تمام، طيب خلينا نعرف ايه الاخير ممكن يكون السبب. ممكن يكون الجزء ده، وطريقة برضه اختباره بنقفل الزرار نخليه في وضع التشغيل او وضع الاون، ونجرب الطرف ده
طبعا ما اشتغلش معانا، ده السبب. لو اشتغل معانا ممكن يكون يبقى مش هو السبب. برضو طريقة تغييره سهلة، يكون مربوط بثلاث مسامير هنا، نفتح الوش ده، وفي ثلاث صواميل هنا بيتفكوا ببنسة صغيرة أو المفتاح بتاعهم، طبعا بيتغير مكانه واحد تاني وبيركب نفس السلكين في الطرفين دول. فطريقة تغييره سهلة، مفيهاش أي مشكلة. تمام، ده لو السخونية تقيلة فبيفصل وممكن يبوظ، فدي طريقة تغييره. ونركبه برضو زي ما كان. لو حبينا نوصل السلك، نجيب سلك ونوصله مباشرة من غير القاعدة ديت، بنجيب الطرفين طبعا اللي هما بيكونوا واصلين فيه ده، علشان برضو المفتاح يشتغل معانا، اللي هما بيكونوا واصلين فيه علشان المفتاح يشتغل معانا ويفصل لو هنوصل بكابل مباشر، او لو حبينا ما نشغلش كمان المفتاح بيكون ونوصل من طرفين السخان مباشرة فبيشتغل، وبناخد بالنا منه في حالة ان هو يعني حابب تغير فيه اي حاجة، وبنرجع نركبه تاني زي ما كان. وكده دي كل اعطال الكاتل او غلاية الشاي او غلاية المية. طبعا بنستخدمها كتير وبيحصل فيها اعطال، فحبيت اقول لكم كل الاعطال بتاعتها وطريقة التغيير لو في اي مشكلة. وشكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.